طيب يا باشا، النهارده فكرة الليوكيميا، هنقعد الليوكيميا وأنواع الليوكيميا وهنحل الأسئلة عليها من كروك 1 and كروك 2. طيب يعني إيه الليوكيميا؟ بص هكتب لك الديفينيشن وهشرح لك كل كلمة فيه، تمام؟ هو مالجنان، ورم خبيث، وهنعرف ليه. نيو بلاستيك بروليفريشن، يعني خلايا كتيرة جدا بتكتر. أي خلايا بالظبط؟ هي خلايا ليكو بلاستيك تيشو اوف بون مارو، يعني خلايا الليكو بلاستيك تيشو، خلايا اللي كانت بتصنع الليكوسايتس، اتجننت تنتشر كتير جدا جدا داخل البون مارو، فبتؤدي الى ان لا يخرج من البون مارو اماتيور white blood cells in peripheral blood، يعني هتؤدي الى ان البون مارو الليكوبلاستيك تيشو، التيشو اللي جوه اللي كان بيصنع الليكوسايت، اتجنن، بقى عنده نيوبلاستيك بروليفريشن، تعدد مجنون، فبالتالي هيخرج الماتشور وايت بلاد سيلز في البريفرال بلاد. يعني ادي مثلا اهو، البون مارو نخاع العظام، واحنا عارفين ان جوه بيكون فيه بيتصنع الوايت بلاد سيلز وبيتصنع الريد بلاد سيلز وبيتصنع برضو اللي هي البليتلت، صح؟ ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الوايت بلاد سيلز هتقعد، الخلايا اللي كانت بتصنع الوايت بلاد سيلز هتتجنن، هتقعد تنتشر كتير 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 جدا جوه، على حساب مين؟ على حساب الريد بلاد سيلز والبليتلت. يعني البون مارو هيقعد يصنع وايت بلاد سيلز كتير على حساب الريد، على حساب الريد بلاد سيلز والبليتلت، فبالتالي هيكون عند المريض الليوكيميا، ما فيش مريض ليوكيميا الا ما يكون عنده انيميا. ليه انيميا؟ عشان خلاص مش هيصنع ريد بلاد سيلز، البون مارو مش هيصنع ريد بلاد سيلز كفايه، عشان الوايت بلاد سيلز خلاص مالت الفراغ اللي جوه في البون مارو. طيب المريض عندك هيعاني من بليدنج، الوايت بلاد سيلز اللي هتتصنع ما هتبقى ملهاش لازمه، لان هو البون مارو بيصنع مستعجل، فهيصنع ماتيور وايت بلاد سيلز، فبالتالي هيحصل عند البيشنت انفكشن، هيحصل عنده انفكشن، يبقى المريض عندك يا اما هيموت بالانفكشن او بالانيميا او بالبليدنج. احنا دلوقتي بنتكلم بشكل عام، لسه ما دخلتش في نوع كل ليوكيميا. فبشكل عام البون مارو، الخلايا اللي جواه النيوبلاستيك تيشو اتجننت، قعد يفرز وايت بلاد سيلز كتير جدا، جت على حساب الريد بلاد سيلز والبليتلتس، وكمان الوايت بلاد سيلز اللي هتتصنع هتكون not fully mature، هتكون immature، فبالتالي لا هيكون في ريد بلاد سيلز كويسه هيحصل عنده انيميا، ولا هيكون عنده بليتلتس كويسه هيحصل عنده بليدنج، حتى الوايت بلاد سيلز اللي هتتصنع هتكون not fully mature، not fully developed، فهيحصل عنده severe infection. فدي الثري مين مانيفستيشنز اللي هنشوفهم في مرضى الليوكيميا. طيب احنا عارفين الديفرنشيشن بتاعت ال وايت بلاد سيلز بتيجي ازاي؟ حد عارف الوايت بلاد سيلز بتتصنع ازاي؟ او الدم بشكل عام. ثانية اجيب لك صورة. اهو عندك خلايا بنسميها
الهيماتوبلاست، بلاست يعني بتصنع الدم كله. والله الهيماتوبلاست دي هتتحول إلى تعطيك مايلويد او تعطيك برضو خلايا اسمها لينفويد. يبقى انت عندك مايلويد وخلايا اسمها لينفويد او مايلو بلاس ولينفو بلاس. يبقى انت عندك التو برانشز، التو لينج اللي هنمشي فيهم، عندك مايلو بلاس ولينفو بلاس. المايلو بلاس هيحصل لها ديفرنشيشن، هتتحول لمين؟ حاجه اسمها المايلو سايت. طيب المايلو سايت هتعطي مين؟ حد عارف؟ هتعطي الجرانيلو سايت. زي مين؟ زي الايزونوفيل، البازوفيل، النيتروفيلز. والليمفو بلاست هيتحول الى ليمفو سايتس او اللي هي سمول لينفوسايت. بعد كده تعطيك تي اور بي لينفوسايت. يبقى انت عندك المايلو بلاست هيتحول لمايلوسايت، المايلوسايت هيتحول لجرانيلوسايت، الليمفو بلاست هيتحول للينفو سمول لينفوسايت، سمول لينفوسايت تعطيك تي اور بي لينفوسايت. على حسب التقسيمه دي عندنا اربع انواع رئيسيه من اليوكيميا. لو سالتك دلوقتي ايهما مور ماتيو، المايلو بلاست ولا المايلوسايت، الليمفو بلاست ولا الليمفوسايت، مين ماتيو اكثر من الثانيه؟ حد يرد عليا، مين ماتيو اكثر من الثانيه؟ برافو، السايت. يبقى المايلوسايت ماتيو مور ذان مايلو بلاست، الليمفوسايت ماتيور مور ذان لينفوبلاست. فبالتالي لما اجي اقول لك اللي زايد عندك المايلوبلاست تمام او الليمفوبلاست فهو عنده اكيوت ليوكيميا. على الصعيد الاخر لا يكون عنده زياده في المايلوسايت واللينفوسايت هيكون عنده ايه؟ كرونيك ليوكيميا. كرونيك ليوكيميا، يعني انت عندك الاكيوت ليوكيميا في منها نوعين، اكيوت مايلو بلاستيك واكيوت ليمفو بلاستيك، وعندك الكرونيك في منها نوعين، كرونيك بنسميها مايلويد او مايلوسيتيك وكرونيك ليمفوسيتيك. يبقى تاني عشان دي الانواع الاساسيه اللي احنا هنشرحها كلها. عندك المايلوبلاست، عارفين ان المايلوبلاست تتحول الى مايلوسايت، ومايلوسايت تعطيك جرانيوسايت، ايوزينوفيل، بازوفيل، نيتروفيل. ليمفوبلاست تتحول الى ليمفوسايت، السمول لينفوسايت بعد كده يحصل لها ماتيوريشن تتحول الى تي اور بي لينفوسايت. فبالتالي انت عندك اليوكيميا لو في زياده في المايلو بلاست او الليمفو بلاست، انت دلوقتي تتكلم في مين؟ في اكيوت ليوكيميا. يبقى الاكيوت ليوكيميا عندك اكيوت مايلو بلاستيك ليوكيميا والاكيوت لينفو بلاستيك ليوكيميا. كرونيك ليوكيميا عندك كرونيك مايلوسيتيك ليوكيميا كرونيك ليوكيميا. لحد الآن تمام؟ لحد الآن تمام؟ خطوة خطوة. لحد دلوقتي في حد عنده أي استفسار؟ دي أنا بس بقى عشان أعرفك الأنواع صح. أوكي مصطفى، إن شاء الله أقول لكم كل حاجة عن الامتحان بإذن الله. طيب تعال نشوف الفرق بين الاكيوت والكرونيك. تعال الاول ناخد الاكيوت ليوكيميا. اكيوت ليوكيميا يعني يا دكتور حضرتك تقصد
الأكل مايلوبلاستيك ليوكيميا والأكيوت ليمفو بلاستيك ليوكيميا. تمام. أول حاجة عشان نكون متفقين عليها، الليوكيميا ما ينفعش تروح للدكتور والدكتور كلينيكال يشخصك يقول لك أنت عندك ليوكيميا. ما فيش دكتور يقدر يشخص ليوكيميا من نفسه كده، لازم تعمل تحاليل وهنشوفها كلها دلوقتي، منها السي بي سي، منها حاجة اسمها بون اسبيريشن. فلما ناخد بون اسبيريشن ندخل النيدل جوه البون ونطلع عينة من السيلز اللي جوه البون مارو في الاكيوت ليوكيميا، لازم عشان نقول ان هو عنده اكيوت ليوكيميا تكون عنده البلاستيك سيلز اكتر من 20%. مين هي البلاستيك سيلز؟ ما احنا قلنا لا اما مايلو بلاستيك سيلز لا اما ليمفو بلاستيك سيلز. طب هي مش المفروض تكون موجوده في البون مارو؟ المفروض تكون موجوده ايوه، بس من 1 ل 3%. ليه؟ لان لو بون مارو طبيعي، البون مارو الطبيعي البلاستيك سيلز تتصنع بشكل طبيعي وتتحول الى الماتيور سيلز، وانما لو البلاستيك سيلز اكتر من 20% لا، ده معنى كده ان البون مارو اتجنن، الليمفو المايلو بلاستيك تيشو اتجنن، عمال يتصنع بقى مايلو بلاستيك سيلز او ليمفو بلاستيك سيلز كتيره جدا. لازم تزيد عن 20% عشان نقول ان هو عنده اكيوت ليوكيميا. تمام؟ طيب هناخد بس فروقات بين الاثنين وهناخد كل واحد يشرحه بالتفصيل. الاكيوت مايلو بلاستيك ليوكيميا عامه عشان اسهلها عليك، عشان اسهلها عليك، انت دلوقتي عندك ايه؟ واحد طفل تشايلد يانج ايه؟ يانج ايج، واحد بعد كده بيكبر بيبقى ادلت، بعد كده بيبقى اولدر، صح؟ بص يا سيدي عشان ننتهي خاص من حته السن دي، الادلت والميدل ايج بيجي فيهم كل المايلويد ليوكيميا، يعني اكيوت مايلوبلاستيك ليوكيميا وكرونيك مايلوسيتيك ليوكيميا بيجوا في الادلت اند ميدل ايج. تمام؟ بقى عندك لما تكون صغير ولما ايه تعجز. النوع الوحيد اللي بيجي في الاطفال هو الاكيوت لينفوبلاستيك ليوكيميا، واختها بتيجي في الكبار اللي هو الكرونيك لينفوسيتيك ليوكيميا. يبقى انت عندك دلوقتي الادلت بيجوا فيها مين؟ اللي هم خاصين بالمايلو، اكيوت مايلوسيتيك وكرونيك مايلوسيتيك، اكيوت مايلوبلاستيك ليوكيميا وكرونيك مايلوسيتيك ليوكيميا. طب اليانج ايج او الاطفال من سن 1 ل 14 سنه بيجوا في مين؟ تيجي فيهم الاكيوت لينفوبلاستيك ليوكيميا، وده النوع الوحيد اللي بيجي في الاطفال. والاولدر بيجي فيهم مين؟ اختها الكرونيك لينفوبلاستيك ليوكيميا. خلصنا منها. طيب يبقى الاكيوت مايلوبلاستيك ليوكيميا بيجي في الادلت اند اولد ايج او الميدل ايج، دي الوحيده اللي بتحصل فين؟ في الاطفال. طب ما تجيش في الادلت؟ لا تيجي في الادلت بس المور كومن يعني. طيب هنا اي خلايا الاكبر هي اللي زياده؟ المايلو بلاستيك سيلز. طب هنا اي خلايا هي اللي منتشر اكتر؟ الليمفو بلاستيك سيلز. طيب التوتال ليمفو التوتال ليكوسايت كاونت لازم يكون ما يعديش ال 100,000، لان يعني في الكرونيك هتلاقي 200,000 300,000 400,000 500,000، وهنا برضو 100,000. طيب ما نقدرش نشخص زي ما قلنا كلينيكال، واحد جاي لك ما تقدرش تقول انت عندك اكيوت مايلوبلاستيك ليوكيميا او انت عندك اكيوت ليمفوبلاستيك ليوكيميا. لا، هنشوف بعد شويه ان في سي بي اس بيتعمل وبون اسبيريشن، وكمان في حاجات جينيتك بنعملها، بنفرق في حاجات موجوده في تركيب الخلايا هنا مش موجوده هنا، صعب ان انا افرق او اشخص كلينيكال. ده لازم ناخد الخلايا ونشوفها الفروق في الشكل، مش قادرين نفرق في الشكل قوي، بنشوف مكونات الخلايا مش قادرين، بنشوف بعض الكروموزومز، فالموضوع مش سهل ان اشخصه كلينيكال.
طيب الفرق الكبير بينهم اني لو هعمل سي بي سي واشوف شكل، وكمان هشوف شكل الخلايا، المايلوبلاستيك ليوكيميا. احنا قلنا المايلوبلاستيك بيتحول لمين؟ المايلوسيتيك اللي هي بتعطي في الاخر مين؟ جرانيلوسايت، خلايا المحبحبه فيها جرانيولز. فهنا ها في الاكيوت مايلوبلاستيك ليوكيميا في جرانيولز، اما هنا ما فيش جرانيولز في اللينفو بلاستيك ليوكيميا. طيب تعال ناخد بقى كل نوع من انواع الاكيوت ونشرح الاكيوت مايلوبلاستيك والاكيوت لينفو بلاستيك. طيب احنا قلنا الاكيوت يعني من اللي زايد البلاست، زايد عن كام؟ 20%. طيب زايد عن 20%، وقلنا الجنرال مانيفستيشن بيكون ايه؟ الوايت بلاس، الوايت بلاس سيلز بتزيد على الاخر، فبالتالي ده بيجي على حساب مين؟ على حساب الريد بلاد سيلز والبليتلتس ومين تاني؟ فبالتالي والوايت بلاد سيلز اللي هتطلع بتكون اماتي، فبالتالي الجنرال مانيفستيشن بتكون ايه؟ انيميا وبليدنج وانفكشن. طيب عايزين نفرق، طيب ما عايزين نعرف ايه عنده اكيوت ليوكيميا، عايز اعرف هو عنده اكيوت مايلوبلاستيك ولا اكيوت ليمفو بلاستيك. قلنا هنعمل سي بي اس ونشوف، ما عرفناش نشخص من السي بي اس، هنعمل بون اسبيريشن، نجيب نيدل وندخلها في البون مارو، ناخد عينه ونشوف بقى الخلايا، نشوف ايه الفرق بينهم. اكتر فروقات بين الليمفو بلاست والمايلو بلاست ايه بقى؟ بص الليمفو بلاست بيكون فيها عندك تركيب اللي عندك في الليمف بلاست في جين اسمه تي دي تي. التي دي تي ده خاص بمين؟ خاص بالليمف بلاست. والله هنشوف ان هو عنده في الخلايا اللي طلعناها في البون اسبيريشن فيها تي دي تي، بس خاص فريق ايه؟ ليمف بلاستيك سيلز، لان التي دي تي موجود فقط في الليمف بلاستيك. ده حتى الليمفو بلاست لما تتحول الى ليمفوسايت مش بيكون موجود التي دي تي. التي دي تي ده سبيسيفيك لمين؟ للليمفو بلاست. بنعمل دي ان اي بوليمريز ونشوف الجين ده لو موجود بس يبقى هو اكيوت ليمفو بلاستيك ليوكيميا. طيب عايزين نعرف بقى، ما لقيناش التي دي تي، نشوف مين؟ بيروكسيديز انزيم، الجين الخاص بحاجه اسمها البروكسيديز انزيم، او نكون مره سبيسيفيك بنسميه المايلو بروكسيديز انزيم. لقينا المايلو بروكسيديز انزيم فهو عنده اكيوت مايلو بلاستيك ليوكيميا. اكيوت مايلو بلاستيك ليوكيميا بيكون شكل الخلايا شكلها اورال رودز. يعني ايه اورال رودز؟ بتلاقي المايلو بلاستيك سيل بتلاقي كده فيها خطوط، دي الجينز اللي خاصه بمين؟ ب المايلو بروكسيديز انزيم، بنسميها الاورال رودز. طيب يبقى مراجعه على السريع على الاكيوت ليوكيميا عشان بس هنشوف دلوقتي الاسئله بتاعتها سواء كروك 1 او كروك 2. قلنا اكيوت ليوكيميا لا اما اكيوت ليمفو بلاستيك ليوكيميا لا اما اكيوت مايلو بلاستيك ليوكيميا. وقلنا لازم يكون ايه البلاستيك سيلز سواء ليمفو بلاستيك او مايلو بلاستيك تكون اكتر من 20%. طيب لقينا اكتر من 20%، بس عايزين نفرق اللي هي ليمفو بلاستيك ولا ليمفو بلاستيك سيلز ولا مايلو بلاستيك سيلز. طيب قلنا الفروقات بين الاثنين، قلنا الاكيوت مايلو الاكيوت ليمفو بلاستيك دي الوحيده اللي بتيجي في مين؟ في التشيلدرن. معنى كده ما تجيش في الادلت، لا بتيجي بس المور كومن في مين؟ في التشيلدرن. هنا بقى في الادلت اند ميدل ايج 40 45 سنه. طيب هنا مين الخلايا الكتيره؟ ليمفو بلاست، اما هنا مايلو بلاست، والليمفو بلاست فيها تي دي تي،
اما المايلو بلاس فيها المايلو بيروكسيديز انزايم. تمام. التوتال ليكوسايت كاونت ما يزيدش عن 100,000. تمام. طبعا انت عارفين الوايت بلاد سيل كاونت من كام لكام؟ اخرها 11,000. لو حصل عنده ليكوسايتوزز يعني يا دوب يوصل ل 15,000، لكن ده 100,000. 100,000 ومعظمهم منين؟ من البلاست. اكتر من 20% منهم من البلاست. لو ليمفو بلاست اكيد ليمفو بلاستيك لوكيميا، لو المايلو بلاست اكيد مايلو بلاستيك لوكيميا. نعرفها بالتي دي تي خاص بالليمفو بلاست، مايلو المايلو بروكسيديز انزيم خاص بالمايلو بلاست. ندخل بقى في الكرونيك، ندخل بقى في الكرونيك. كرونيك ليوكيميا زي ما اتفقنا عندك نوعين، كرونيك مايلويد أو مايلوسيتيك ليوكيميا وكرونيك ليمفوسيتيك ليوكيميا. طيب هنا بقى البلاستيك سيلز لا بتكون قليلة بقى، بتكون أقل من 10، أقل من 10، الثانية بقى أكتر من 20. تمام؟ طيب الكرونيك مايلو الكرونيك اللي كان بشكل عام قلنا البلاستيك سيلز هتكون أقل من 10. ليه؟ لأن بيحصل إيه؟ ماتيوريشن. المايلو بلاستيك سيلز تبقى مايلوسيتيك، الليمفو بلاستيك سيلز لا بتبقى ليمفوسيتيك. المشكلة في مين بقى؟ في الديفلوبمنت بتاعت مين؟ الماتيور سيلز دي. طيب فبالتالي في الكرونيك، في الكرونيك الفروقات بين الاثنين، اول حاجه قلنا الكرونيك مايلويد ليوكيميا زي اختها الاكيوت بتحصل في الميدل ايج اند ادلت. الكرونيك ليمفوسيتيك ليوكيميا لا دي تحصل في الاولد ايج. اولد ايج التوتال ليوكوسيتيك كاونت لا بقى دي بتكون ايه؟ اكتر من 100,000. دي بتكون بقى 200,000 الى 500، الى 500,000، 200,000، 300,000، 400,000. طيب طبعا الريد هنا بقى ركز معايا في الكرونيك ليمفوسيتيك ليوكيميا. الكرونيك ليمفوسيتيك ليوكيميا لا بقى التوتال ليمفوسيتيك كاونت بيكون اقل من 100,000. توتال ليمفوسيتيك بتكون اقل من 100,000. ده اول حاجه بتميز الكرونيك ليمفوسيتيك ليوكيميا. تاني حاجة تميزها ايه؟ انها في الاولد ايج. طيب بعد كده الريد بلاد سيلز طبعا بتكون قليلة. خلاص الوايت سيل، الوايت بلاد سيلز تجتاح البون مارو، وبرضه هنا هتكون الريد بلاد سيلز قليلة طبعا. طيب البليتلتس، البليتلتس في المايلوسيتيك لا هتكون زايدة شوية في البداية، دي بتميز المايلوسيتيك. تمام. هنا البليتلتس هتكون زايده بس مش زي المايلوسيتيك، دي مش مهمه. طيب المهم بقى اللي بيفرق ايه؟ اللي بيفرق حتى الاكيوت عن الكرونيك، السبلين اند ليمف نود. في الاكيوت بتكون اللارجمنت، الاكيوت ليوكيميا السبلين والليفر والليمف نود بتكون اللارج بس سلايت اللارجمنت مش زي الكرونيك. لكن في الكرونيك لا بتكون اللارجمنت. كمان في اللي بيميز الكرونيك الاكيوت الكرونيك مايلوسيتيك والكرونيك ليمفوسيتيك، الكرونيك مايلوسيتيك السبلين بيكون ماركد انلارجمنت، بيزيد اكتر السبلين بيكون ده. حتى المرضى اللي بيقول لك اللي بيجوا المستشفى بيكون السبلين عندهم كروس ميد لاين، طلع لفوق طلع لفوق بيكون كبير جدا جدا السبلين، بيكون مارك الناجم يا دوبك بس تحط ايدك عليه بتشوفه وبيكون بينفول. طيب اما الكرونيك ليمفوسيتيك
بيكون بقى مين اللي انلارجت اكتر؟ الليمف نود. الليمف نود بيكون عنده جنراليزد ليمفودينوباثي. الليمفوس الليمفوسيتك هو اللي بيكون انلارجت وباين قوي. يبقى عندك الكرونيك مايلويد لوكيميا والكرونيك ليمفوسيتك لوكيميا. اول حاجه عشان نقول انه كرونيك لازم البلاستيك سيست تكون اقل من 10. طيب التوتال ليكوسيتك كاونت الكرونيك مايلويد لوكيميا لا بتكون زياده جدا 200,000 300,000 400,000، بس في الليمفوسيتك لا بتكون قليله اقل من 100,000. طيب اللي بيميز الكرونيك مايلوسيتك لوكيميا السبلين بيكون ماركت انلارجمنت بيكون متضخم جدا. في الكرونيك ليمفوسيتك لوكيميا بيكون الليمف نود هي متضخمه اكتر من السبلين، بيكون عنده جنرالايزد ليمفادينوباثي. طيب تعال نشوف الكرونيك مايلوسيتك نشرحها بالتفصيل ونشوف ايه اسبابها وايه اللي بيحصل فيها. كرونيك مايلويد ليوكيميا. طيب كرونيك عرفنا يعني لا يكون زايد مين؟ ماتيور سيلز ايوزينوفيل بازوفيل نتروفيلز، خاصة النتروفيلز بتكون زايدة أكتر زايدة بكمية كبيرة جدا في الكرونيك مايلويد ليوكيميا. والبلاستيك سيلز بتكون ايه؟ ها؟ أقل من 10%، لكن في الأكيد بتكون أكتر من 20%. طيب طبعا مايلوجينوس احنا عارفين اللي هي المايلوسيتك سيلز. وبناتها اللي هم الجرانيلوسايتس. ليوكيميا اللي هي انكريز في الخلايا دي. تمام؟ ده تفصيل الكلمه. كرونيك قلنا يبقى اللي بيزيد هو الماتيو. البلاستيك سيلز لا بتكون اقل من 10. المايلويد اللي مين بيزيد؟ المايلوسيتيك سيلز. اوعى تقول مايلوبلاستيك ازعل منك. مايلوسيتيك سيلز. وبناتها اللي هم الجرانيلوسايتس. طيب ايه اشهر سبب للكرونيك مايلوجينس او المايلويد ليوكيميا؟ بالمناسبه ما بيسموها كرونيك مايلوجينس، وساعات تلاقيها كرونيك مايلويد وساعات تلاقيها كرونيك مايلوسيتيك نفس الاسم يعني سي ام ال. طيب ايه اشهر سبب بيكون جينيتيك؟ هذه ده مثلا جين يسموه بي سي ار، وهذا جين تاني اخوه بيسموه ابل، مش ابل التليفون لا، اي بي ال. ده كروموزوم رقم 22 وده كروموزوم رقم 9. اللي بيحصل ان بيحصل ترانس لوكيشن للكروموزوم رقم 22 بيروح عند الكروموزوم رقم 9. يعني ادي البي سي ار والاي بي ال يطلعوا كروموزوم جديد بيسموه فيلادلفيا كروموزوم، نسبة إلى الجامعة فيلادلفيا في أمريكا اللي اكتشفت الكروموزوم ده. فيلادلفيا كروموزوم ده الكروموزوم اللي بيخلي المايلوسيتك سيلز تتجنن وتقعد تفرز كتير اللي هي الجرانيلوسايتس.
تمام. طيب احنا طبعا عارفين عندك المايلوسيتيك سيلز، مش محتاج ان اقول لك ان المايلويد سيل او المايلويد ستيم سيلز هتطلع لك مين؟ المونوسايتس والجرانيولوسايتس اللي هي البازوفيل الايوزينوفيل نيترو فيلز اللي هم دول ايه؟ اولاد مين؟ اولاد المايلوسيتيك سيلز. يبقى مايلوسيتيك، احنا عارفين المايلوستيم سيلز، المايلوستيم سيلز بتعطيك مايلوسيتيك سيلز اللي بتعطيك الجرانيولوسايتس والمونوسايتس، او ممكن برضو تعطي مين؟ الريد بلاد سيلز والبليتلس، لكن ده احنا مش عايزينهم، احنا بنتكلم في مين دلوقتي؟ في الوايت بلاد سيلز. طيب اللي بيحصل ان الكروموزوم ده بيخلي الديفرنشيشن بيزيد جدا، وبتبدا المايلوسيتيك سيلز والمايلوسيتيك تشو جوه البون مارو يتجنن، ويقعد يفرز مين؟ الخلايا دي كتير جدا جدا، خاصه النيتروفيلز بتزيد بسرعه كبيره جدا جدا. تمام؟ طيب ايه اللي بيحصل يعني؟ ايه المشكله لما تزيد الخلايا؟ لا مشكله كبيره جدا طبعا. ايه اللي هيحصل يعني؟ قال لك بص، في 3 فيسز للكرونيك مايلويد ليوكيميا. اول حاجه، اول فيز بنسميها الكرونيك فيز، كرونيك فيز دي طبعا بتكون ايه؟ اسيمتوماتيك، بيكون لسه البيشنت ما عرفش ان هو عنده الليوكيميا. بيحصل ايه بقى فيها؟ بتلاقي عندك طبعا طالما الخلايا عماله تزيد كتير جدا جدا، خلايا عماله تزيد، ما طبعا الخلايا دي لها وقت وبتموت، فبالتالي الخلايا دي بتروح لمين؟ بتروح يحصل لها دايجستشن في الاسبلين وفي الليفر، فالاسبلين والليفر الشغل هيزيد عليهم، فبالتالي هتلاقي الاسبلين بدا يكبر، تلاقي حصل عنده ايه؟ الاسبلين هيبدا ايه؟ حصل عنده اسبلينوميجالي. الليفر هيكبر، هيحصل له هيباتو ميجالي، هيباتو ميجالي. طيب ممكن لو زاد شويه يعمل بس شويه ايه؟ ابدومينال فولنس، ما خلاص السفينة عماله يكبر والليفر بيكبر. طيب ممكن شويه فيفر كمان، عشان الوايت بلاد سيلز لما بتزيد بتزود البيز ميتابوليك ريت، فبالتالي يحصل عنده شويه فيفر. حاجات بسيطه انا في الاول. طيب تاني حاجه بقى، يدخل في حاجه اسمها الاكسلريتد فيز، الاكسلريتد فيز، وهنا بقى هيبدا يحصل له ايه؟ بليدنج. ليه؟ ما احنا قلنا المريض عندك بيحصل له بليدنج وانيميا. ليه؟ لان عنده الوايت بلاد سيلز، الوايت بلاد سيلز بتزيد فبتاكل مين؟ بتملى البون مارو، خلاص الريد بلاد سيلز مش هتعرف تتصنع ولا البليتلت، هيبدا بقى يحصل عنده ايه؟ بليدنج. البليدنج عنده يظهر على شكل اتش اي اللي هي نقط حمراء تحت الجلد، او الايكيموزز اللي هي تلاقي عندك بروزز، او تحس انك بتنزف تحت الجلد، في تجمعات من الدم تحت الجلد بس اكبر من اتش اي. طيب بعد كده هيحصل عنده فيفر. ليه؟ لان خلاص الوايت بلاد سيلز اللي طالعه مش عارفه تقوم بالشغل كويس. ليه؟ لانها مش طبيعيه، فبالتالي يحصل عنده انفكشن، سيفير انفكشن، ويدخل عندك في فيفر. طيب ثالث فيز يدخل عندك في البلاستيك كرايسيس او البلاستيك فيز، بلاستيك فيز اور بلاستيك كرايسيس. خلاص بقى البون مارو قال لك انا تعبت وعمال شغال لي سنين وسنين، عمال انتج لك وايت بلاد سيلز كتير جدا جدا، فيبدا بقى ايه؟ الشخص يحس بتعب في عظامه، تعب كبير جدا في عظامه، تلاقي لو خبط الكرسي تلاقي عظمه بيوجعه،
يبدأ بقى يحصل عنده البون فين؟ خلاص ما هو ليه سنين عمال يصنع البون مارو، عمال يصنع وايت بلاد سيلز كتير لحد ما اتملى والمصنع خلاص اتهلك، فيبدأ بقى ايه من اقل خبطة يتعب. وفي البلاستيك فيز يا شباب بيبدأ المايلو بلاستيك سيلز تزيد شوية، يبدأ المايلو بلاستيك سيلز تزيد شوية. ليه؟ لان هو خلاص البون مارو عمال يعمل ديفرنشيشن للبلاست ويحولها الى مايلوسيتيك، المايلو بلاستيك تحول لمايلوسيتيك، عمال يحول لمايلوسيتيك. بعد فترة خلاص تعب، حتى المايلو بلاست مش هيحولها لمايلوسيتيك، تعب فبالتالي هيبدأ سلايت انكريس في المايلو بلاست، بعد شوية في البون مارو. في عشان كده بنسميها حتى بلاستيك كرايسيس او البلاستيك فيز. يبقى تاني قلنا عندك الاكيوت ليوكيميا وفي عندك الكرونيك ليوكيميا. قلنا الاكيوت في منها اكيوت ليمفو بلاستيك ليوكيميا واكيوت مايلو بلاستيك ليوكيميا. البلاستيك سيلز اكتر من 20%، الكرونيك البلاستيك سيلز اقل من 10%. في منها كرونيك مايلوسيتيك ليوكيميا وكرونيك ليمفوسيتيك ليوكيميا. قلنا ان الفرق بين الاكيوت ليمفوبلاستيك والاكيوت مايلو بلاستيك، ان اللي بيكون زايد في الاكيوت ليمفوبلاستيك الليمفو بلاست، واللي يكون زايد في الاكيوت مايلو بلاستيك هو المايلو بلاست. طيب وقلنا دي الاكيوت ليمفو بلاست الوحيده اللي بتحصل فين؟ ريد تشيلدرن. تمام. طيب قلنا بعد كده ان الاكيوت ليمفو بلاست اللي بيميزها التي دي تي، اما الاكيوت مايلو بلاستيك المايلو بلاستيك بيكون فيها مين؟ المايلو بروكسيديز انزيم. طيب الكرونيك مايلو بلاستيك والكرونيك ليمفو بلاستيك، الكرونيك ليمفو بلاستيك دي بتيجي للاولد ايج بعد ما يكون جاب ال 65 سنه وال 70 سنه، حتى دي بيقول لك البيست بروجنوزز. ليه؟ لو يعني لا قدر الله يعني لو قالوا لك تختار اي نوع من الليوكيميا تقول لهم ايه؟ الكرونيك ليمفو بلاستيك ليوكيميا. ليه؟ لان دي بتظهر في الاولد ايج عند اللي عندهم 65 سنه و 70 سنه، وكمان عشان تظهر الاعراض بتاعتها محتاجه 15 سنه، يعني هتكون ايه قربت تتاكل على الله. طيب الكرونيك مايلو بلاستيك والكرونيك ليمفو بلاستيك الفرق بينهم ان في الكرونيك مايلو سوري الكرونيك مايلو سيتيك والكرونيك ليمفو سيتيك اللي بيميز الكرونيك مايلو سيتيك اللي بيكون زايد فيها المايلو سيتيك سيلز والجرانيلوسايتس نيتروفيل بازوفيل ايزنوفيل، اما الكرونيك ليمفو سيتيك بيكون زايد مين؟ الليمفوسيتيك سيلز اللي هي البي تي لمفوسايت او البي لمفوسايت او التي لمفوسايت. اللي بيميز الاكيوت عن الكرونيك بشكل عام ان الاكيوت بيكون فيها سيفير انيميا، سيفير بليدنج اللي بتحصل فجاه، اما الكرونيك لا بيكون الانيميا سلايت والبليدنج سلايت مش زي الاكيوت. وتاني ان الكرونيك بيكون فيها سيفير سبلينو ميجالي في المايلوسيتيك وتضخم في الليمف نود في الليمفوسيتيك في الكرونيك ليمفوسيتيك. هنا الليمف نود والسبلين والليفر مش بيكونوا متضخمين قوي، بيتضخموا بصوره كبيره وظاهره فين؟ في الكرونيك. طيب في حد عنده اي استفسار قبل ما ندخل في الاسئله؟ لا تعيد بقى تعيد الريكورد يا اكرام، الحصه هتنزل على اليوتيوب ان شاء الله. هو الصوت كان واضح ولا لا؟ العفو يا اكرام، هو الصوت كان تمام يا شباب ولا لا؟ طيب في حد عنده اي استفسار ولا ندخل في الاسئله ونشوف الاسئله عامله ازاي؟
الأسئلة اللي قدامكم دلوقتي هتكون يا شباب من كروك 1 وكروك 2. يقص عليك يا تامر، مش معاك لينك اليوتيوب بتاعي يا تامر؟ طب تمام، ندخل على الأسئلة. يلا على بركة الله نشوف الأسئلة عاملة إزاي. طيب السؤال الأول هنا يقول لك إيه؟ A 54-year-old man complains of general weakness, frequent colds, and bruises constantly appearing on his body. Blood test, erythrocytes. أول حاجة erythrocytes 2.5 أنيميا. طيب هيموجلوبين ناقص 80. طيب والتريجلوسايت وابسنت ابسنت والبليتس 50، ليكوسايت 58، ليكوجرام بازوسايت البازوفيلز 5%، الايزينوفيل 15%، المايل بلاست قليله 6%، الاستاب نيتروفيلز 26%، والسيجمنت نيتروفيلز 10%، الليمفوسايت برضه مش كتيره. مين اللي زايد؟ بص مين اللي زايد؟ البازوفيل 5%، المفروض تكون من نص لواحد. ايزينوفيل 15%، المفروض تكون نص في المية. عندك كمان المايلوسايت 10%، المفروض تكون 1%، النيتروفيلز 26 وزائد 10 36%. يعني شاف كل زائد مين؟ جرانيلوسايت، نيتروفيل، بازوفيل، ايزينوفيل. فده مين ده؟ ده ماتيو. يبقى كرونيك. ودي مين؟ لينفوسايت؟ لا، مايلوسيتيك. يبقى كرونيك مايلوسيتيك او الكرونيك مايلوجينوس ليوكيميا. طيب نشوف سؤال تاني. A patient presents، سوف خلينا نفصلهم عن بعض عشان ما تتلخبطوش. Oh. A patient presents with enlarged cervical lymph nodes. Other lymph nodes are and internal organs are without changes. Peripheral blood test results are normal. Histological examination of biopsy material taken from the cervical lymph node shows smooth out pattern, absent follicle, homogeneous cell composition represented by lymphoblast. خلصت. ليمفو بلاست. يبقى ده اكيوت ولا كرونيك؟ بلاست اكيوت. طب ما هو هنا يعني ناقص يحلف لك ان هي اكيوت ليمفو بلاستيك ليوكيميا. هي الليمفو بلاستيك ليوكيميا اكيوت ليمفو بلاستيك ليوكيميا. السؤال اللي بعده A patient is 20 years old. An athlete, he addressed a doctor with complaints of fatigue, fever up to 38 Celsius to 40 Celsius. Objectively, the liver and spleen are enlarged. Liver and spleen enlarged. Lymph fluid on palpation are slightly enlarged. طيب وقال لك dense or painless blood test. Hemoglobin 100, erythrocyte 2.9. Leukocyte 4.4, leukogram 68 of blastic cells. يا صلاة النبي. Blast cells مش أكتر من 20%، ده أكتر من 68%. يبقى إيه؟ أكيوت إيه؟ ليوكيميا. ليه أكيوت ليوكيميا؟ مع البلاست. كلمة undifferentiated يا شباب يعني لسه ايه؟ ما يعني ما اتحولتش لي مايلوسيتيك او لينفوسيتيك، يعني لسه ما حصلهاش ماتيوريشن، ما حصلهاش ديفلوبمنت. فقال لك البلاست، يبقى خلاص اكيد ليوكيميا على طول. طيب
خلاص هظبط الأسئلة دي شوية. طيب صاير يقول لك ايه؟ A 52-year-old with the complaints of weakness and fever. His illness initially presented as tonsillitis. 1 month earlier, on examination, temperature 38.9 Celsius, respiration 24 per minute, pulse 100 per minute, blood pressure 100 over 70 millimeter mercury, hemorrhage in the legs, enlargement of lymph nodes, complete blood count shows hemoglobin 70, red blood cell 2.2, white blood cell 3, 32% of blood. شاف انا بحاول ايه؟ بقرا بسرعه عند الكومبليت بلاد تيست بقف. ليه؟ لان هو بيجيب لك الاجابه فين؟ بعد السي بي سي على طول. البلاس 32% خلاص اكيوت ليوكيميا. السرعة يا شباب، السرعة واضحة يا شباب؟ يا شباب واضحة؟ تمام. طيب a 63-year-old man complains of unmotivated weakness and pressing and piercing sensation in the left subcostal area. According to him, these signs have been present for a year already. Previously, he was healthy. He took part in contaminant measures during the accident at the Chernobyl nuclear power plant. Objectively, the skin is pale. Peripheral lymph nodes are not enlarged. The liver is 43 centimeters. The spleen is 10 centimeters. Complete blood count, erythrocyte 3.1. Hemoglobin 100, leukocyte band neutrophils 27 with segmented 10%, lymphocytes 12, eosinophil 6, basocyte 3, monocyte 2, erythrocyte sedimentation rate 20. What is the most likely diagnosis? عنده ايه؟ واحدة واحدة. السيجمنت نيتروفيلز 10 زايده جدا، والبان 27، والمايلوسايت يعني سيبك من كل ده، المايلوسايت المفروض تكون واحد 18%. المايلوسايت يبقى ايه؟ كرونيك. امتى نقول اكيوت؟ لو قال لك مايلو بلاست. لو المايلو بلاست لكن قال لك المايلوسايت هتبقى كرونيك ليوكيميا. لو حب يغلس طب اي كرونيك ليوكيميا، ليمفوسيتك ولا مايلوسيتك؟ لا كرونيك مايلوسيتك ليوكيميا، كرونيك مايلوسيتك ليوكيميا. ليه؟ عشان المايلوسايت 18%. طيب السؤال اللي بعده، A 58-year-old man complains of weakness and tumor-like formation that appeared on the anterior surface of his neck and in the inguinal region. Palpation detects soft painless mobile cervical and inguinal lymph nodes up to 2 centimeters in diameter. The liver protrudes by 2 centimeters from the edge of the costal margin. The lower splenic pool is at the umbilical level. In blood, erythrocyte 3.5, hemoglobin 88, leukocyte 86, band neutrophils 1%, segment neutrophils 10%,
lymphocyte AD5 lymphocyte AD5 lymphocyte AD5 قال لك 85% lymphocyte، يعني معظم البلاد سيل اللي في البون مارو lymphocyte. فدي كرونيك، كرونيك ايه؟ lymphocytic leukemia اهي، كرونيك lymphocytic leukemia. طيب A 3-year-old child has been brought to a hospital with complaints of pain in the legs, fever, and loss of appetite. Objectively, pale skin and mucosa, hemorrhagic rash, lymph nodes are enlarged, painless, dense, and elastic, not matted together. Bone joints and abdomen are painful. The liver and spleen are enlarged. Hemogram, hemoglobin 88, color index 1.3, platelets 80, leukocyte 25.8, lympho بلاست. خلاص لينفو بلاست تبقى اكيوت لينفو بلاستيك ليوكيميا. هنا هو محترم ودي ناس وما جايب لك شيء لا اكيوت لينفو بلاستيك ولا اكيوت مايلو بلاست، اكيوت ليوكيميا على طول. سهله طبعا. A patient suffering from chronic myeloleukemia MASH has got the following symptoms of anemia: decreased number of erythrocytes and low hemoglobin concentration, oxyphilic and polychromophilic chromatophilic normocytes, microcytes. What is the leading pathogenetic mechanism of anemia development? سهلة. قال لك هو عنده chronic مايلوسيتيك ليوكيميا. يعني ايه؟ يعني خلاص البون مارو عمال يصنع في مين؟ في وايت بلاد سيلز اللي هي المايلوسيتيك المايلوسايتس. طيب قال لك قول لي هو ليه حصل عنده انيميا؟ عشان ما هو الدم كله الدم كله ما بيجي من فين؟ من خليه ام اسمها هيماتوبلاست، والهيماتوبلاست بتعطيك حاجه اسمها اريثرو بلاست وحاجه اسمها المايلو بلاست، والمايلو بلاست دي اللي بتعطيك المايلو سايتس. قال لك قول لي هو ليه اللي زاد عنده المايلو سايتس كتير جدا جدا حصل عنده انيميا؟ ما هو قدامك يا بني ادم، ما هو دلوقتي البون مارو انشغل في انه يصنع ده، خلاص البون مارو كله اتملى بالمايلو سايتس، فاحنا قلنا ايه بيحصل له؟ انيميا. دي بنسميها ايه؟ substitution of hematoblast، احتقار الهيماتوبلاست. خلاص احنا نحتكر دي بقى على ايه؟ على الناس اللي عندنا تصنع مايلوبلاست عشان هنصنع منها مايلوسايتس كتير جدا جدا جدا. ليه؟ فاكرين الفيلادلفيا الفيلادلفيا كروموزوم قلنا ان هو اللي بيتريجر بيحفز تصنيع المايلوسيتيك بجنون، بس لان هو صنع المايلوسيتيك بجنون خلاص ما فيش عنده دلوقتي مين؟ نسينا الريد بلاد سيلز، فحصل عنده انيميا بسبب سبستيتيوشن اوف هيماتوبلاست. خلاص احنا احتكرنا الهيماتوبلاست على انها تصنع مايلوبلاست منها مايلوسيتيك. طيب السؤال اللي بعده. A patient underwent radiography that revealed
numerous smooth walled roundish defect in both jaws. Histological study revealed osteolysis and osteoporosis accompanied by the phenomena of poor bone formation. The patient urine contained البنس جونز بروتين ده اللي هي الميلوما خلينا نشرحها لوحدها. المالتيبل ميلوما ده نوع تاني ده خاص بالبلازما سيلز نشرحه ان شاء الله نعمل لكم حصه ثانيه ونشرح فيها بقى انواع الليمفوما والميلوما. ده بيكون فيه زيادة في حاجة اسمها البارابروتين بنسميه بنس جونز بروتين بيزيد. احنا عارفين ان البلازما سيلز هي اللي بتصنع مين؟ الانتي بادز. فالمالتي الميلوما البلازما سيلز اتجننت. ليه مالها يا عم؟ قال لك والله دلوقتي بتطلع حاجة كده غريبة انتي باد غريب بنسميه بارابروتين يعني بروتين غريب. ما الانتي باد بروتينز بس ده سميناه ايه؟ بارابروتين. العالم اللي اكتشفه اسم بنس جونز فسمناه البنس جونز بروتين. ما كل واحد يكتشف حاجه يقعد يعرفنا ويسميها باسمه. فالبنس جونز بروتين ده يتراكم في البونز ودايما الناس اللي عندهم مالتيبل مايلوما لازم تلاقي عندهم حاجه بنسميها باثولوجيكال فراكشر. يعني لو هو قاعد كده خبط ايده في الكرسي ايده تتكسر متخيل؟ معدي كده في الطريق نازل بس نازل من على السلم سلم ارتفاعه 10 سم تلاقي رجله اتكسرت. باثولوجيكال فراكشر لان البونز بتكون ضعيفه جدا لان البارابروتين يتراكم عندك في البونز. ده نوع خطير وهنشرحه ان شاء الله في الحصه الجايه. طيب السؤال ده 58 year old man complains of weakness and tumor like formation that appear on the anterior surface of his neck and in the inguinal region. Palpation detects soft, painless, mobile cervical and inguinal lymph nodes up to 2 cm in diameter. The liver protrudes by 2 cm from the edge of the costal margin. المهم كلام فاضي كله. خلينا نوصل ليه؟ نوصل بقى للسي بي سي. Erythrocyte 3.5, hemoglobin 88, leukocyte 86, band neutrophils 1%, segment neutrophils 10%, lymphocyte 85. 85% ليمفوسايت مش محتاجه يعني معظم الدم معظم الخلايا في البون مارو ليمفوسايت معظم الخلايا في الدم ليمفوسايت 85% ليمفوسايت دي كرونيك ليمفاتيك ليوكيميا. طب لو قال لك مايلوسايت هتبقى كرونيك بس مايلوسيتيك ليوكيميا. طب لو قال لك ليمفوبلاست تبقى اكيوت بس اكيوت ليمفوبلاستيك ليوكيميا. لو قال لك المايلوبلاست هتبقى اكيوت بس اكيوت ايه؟ اكيوت مايلوبلاستيك ليوكيميا. سؤال أطول من حياتي. A 63-year-old man complains of unmotivated weakness and depressing and pressing sensation in the left subcostal. كلام فاضي كله. خلينا نشوف السي بي سي. قال لك في السي بي سي الكمية بلاد كاونت ليكوسايت 46 البلاست 2% فخلاص دي قليلة البلاست قليلة فهي كرونيك على طول. قال لك هنا المايلوسايتس 18 مايلوسايتس اللي المفروض تكون 1% لا 18 فتبقى كرونيك ومايلوسيتيك ليوكيميا كرونيك مايلويد ليوكيميا. اخر سؤال A 3 year old child has been brought to a hospital with complaints of pain in the legs, fever, and loss of appetite. Objectively, pale skin and mucosa, hemorrhagic rash, lymph nodes are enlarged, painless, dense, and elastic, not matched together. Bone joint, لا برضه اللي هو بيتكلم عن مين؟ عن ده الاكيوت. خلينا ندخل في السي بي سي على طول. والله لك السي بي سي
The liver and spleen are enlarged. Hemoglobin, hemoglobin 88, color end 1.3, and platelets 80, leukocyte 25.8, lymphoblast 70. Lymphoblast 70. فده ايه؟ acute lymphoblastic leukemia. acute lymphoblastic leukemia. طيب تعال نشوف سؤال تاني. ولا تعبته؟ آخر سؤال بس خلاص. أيوة هو السؤال. Autopsy of body revealed bone marrow hyperplasia of tubular and flat bone, pyoid marrow, splenomegaly, hepatomegaly, enlargement of all lymph node groups. ما احنا قلنا ال hepatomegaly, splenomegaly بتحصل فين؟ بتبقى بتحصل في الاكيد بس بتكون قليله، لكن تزيد فين؟ في الكرونيك، لان الكرونيك ليه سنين بيصنع. فبالتالي السبلين والليفر لهم سنين بيحاولوا يعملوا دايجستشن للخلايا الزايده، فبالتالي بيزيد السبلينوميجالي هيباتوميجالي فين؟ في الكرونيك مايلوسيتيك ليوكيميا. اللي احنا قلنا الكرونيك ليمفوسيتيك ليوكيميا بيكون عنده في الليمف نود، ما بتكونش واضحه عنده السبلين. السبلينوميجالي هيباتوميجالي كله بيتضخم فين؟ لما يكون في ايه؟ كرونيك مايلوسيتيك او المايلوجينوس ليوكيميا. تمام يا شباب، معلش بقى طولنا عليكم النهارده. طيب الحصه كانت كويسه حلوه خفيفه ولا ايه؟ لان الموضوع الليوكيميا والاسئله بتاعته كانت مواجهه صعوبه مع تقريبا 98% من الطلبه. هل المشكله لسه موجوده ولا اتحلت؟ هكتبها لك ان شاء الله ايمان في البي دي اف اللي هرسله، في بي دي اف خاص بالحصه باذن الله بكره هجهزه في الصبح وهرسله ان شاء الله هكتب فيه كل حاجه. ما في الكرونيك مايلوسيتيك ليوكيميا كله بيزيد يا اكرام، كله بيتضخم، ولكن في الكرونيك ليمفوسيتيك ليوكيميا بيتضخم بس مين؟ الليمف نودز، ما بتكونش ظاهره فيه السبلينوميجالي. طيب بالنسبه للناس اللي عندهم كروك 2 سوري كروك 1 شهر 2، خلينا نفس التسجيل عشان التسجيل ما يطولش.